من جديد تتصدر نابلس واجهة الأحداث في الأراضي الفلسطينية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين مسلحين وفجر منزلا خلال حملة مداهمة لمخيم بلاطة بنابلس. مشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي في الضفة الغربية، وهو ما نددت به السلطة والفصائل الفلسطينية بما في ذلك تلك الموجودة في قطاع غزة. إلى ذلك تتوالى ردود الفعل الدولية على التصريحات والأنشطة الإسرائيلية الأخيرة في الضفة والقدس، بحيث أعلنت الخارجية الأمريكية أن قرار العودة إلى مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية يعد خرقا لتفاهم إسرائيلي أمريكي قديم. على دو الرصاص وهتافات تطالب بالثأر والانتقام، شيعت جماهير غفيرة جثامين 3 مسلحين فلسطينيين مسلحون قتلوا باشتباك مع قوة إسرائيلية داهمت أكبر مخيم للاجئين في الضفة الغربية بلاطة شرق نابلس، معتقلة 5 مطلوبين من أصل 15 في مناطق متفرقة من الضفة. إذا كان بهذه الأفعال يظن أنه سيكسر روح المقاومة في أبناء شعبنا فهو واهم. حماس من جانبها قالت إن ما جرى في نابلس وزيارة بن غفير الحرم القدسي ومسيرة الرقص بالأعلام وعقد الكابينيت الإسرائيلي جلسة في نفق أسفل الحائط الغربي ستجعل فاتورة الحساب مفتوحة، فاتورة طالت كثيراً حتى بات البعض يشكك بأن تقوى حماس على جبايتها أو قل إن شئت دفعها حالياً نظراً للعامل الاقتصادي. يدرك أعداء إسرائيل في غزة أنهم حتى لو حاولوا الاختباء فإنه بوسعنا الوصول إليهم في كل وقت وسنصل إليهم. وفي وقت انتقلت فيه السلطة الفلسطينية صمت الإدارة الأمريكية مطالبة إياها بالتدخل، أصدرت واشنطن بيانا أعربت فيه عن قلقها من الاستيطان وزيارة بن غفير للأقصى، زيارة كلفت إسرائيل سلسلة إدانات واستنكارات حتى صار لديها مناعة ضدها. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من واشنطن السيدة هدي العويس باحثة في مشروع فيلوس الأمريكي، وهنا في استوديو السيد أحمد غنيم دكتور أحمد غنيم القيادي في حركة فتح، والسيد إيتان دانكوت السكرتير العسكري للوزراء أمن إسرائيليين السابقين. سيد إيتان، نابلس ومخيماتها يحتلون ويتصدرون الاهتمامات والعناوين المرة تلو الأخرى، والمشهد بات يتكرر بشكل شبه يومي، أي مداهمة القوات الإسرائيلية للمكان وقتل مطلوبين هذا إن لم يكن اعتقالهم، لماذا؟ لأنه وللأسف أقول كل التنظيمات التي أنت وأنت محق نشاهدها في شمال الضفة الغربية وتبدأ من جنين إلى نابلس وصولا إلى رام الله ومؤخرا بعد التسرب إلى طول قرم تحولت إلى خلايا إرهابية بشكل مختلط جغرافيا لا دون انتماء تنظيمي. أنهينا فترة معقدة من شهر رمضان وعيد الفصح ويوم استقلال إسرائيل ويوم القدس ودخلنا إلى فترة حتى تشرين وقانون أول تستمر إلى تلك الفترة. الإرهاب في الضفة الغربية يبقى الجزء الأساسي والأهم في منظومة الإرهاب متعدد الجبهات. أريد أن ألفت انتباهك إلى 3 أمور. نشاط إسرائيلي في منتصف اليوم، هذا يعني أن إسرائيل ستدخل في كل لحظة وقت تشعر أنه يوجد تهديد ينتهي بسفك دماء. 2، للسلطة الفلسطينية ضعف كامل في جنين، فقدت منذ سنوات السيطرة في نابلس، فقدت السيطرة إلى حد كبير، وإلى الجنوب هذا الأمور أيضا نرى بداياته، بداية فقدان السلطة. انظر إلى أننا في نابلس وصلنا إلى مختبر لإنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة، وهذا يعيدنا إلى الوراء. ما الذي يقلقني هو أنه طالما طلب منا استخدام القوة لإحباط العمليات وأمل أن نكمل هذا الجهد بجهد سياسي، يبقى علينا أن نعمل عسكريا. إسرائيل ستضطر وربما
ستضطر لتوسيع وتعميق نشاطها العمليات في الضفة الغربية وتحديدا في شمالها لمنع وكبح جماح الإرهاب. دكتور أحمد، أحب أن أعرف رأيك حيال ما قاله السيد تان. سيد تان قال في كل مرة تشعر فيها إسرائيل إن هناك خطرا داهما، بمعنى هنا تجسيد لما يعرف بالقنابل الموقوتة، أي أن هناك أناس يريدون سفك دماء الآن، سوف تدخل القوات الإسرائيلية الآن وتفعل ما عليها فعله بحسب وجهة نظر السيد إيتان، ما رأيك؟ شوف، هو ما يتناوله من زاوية عسكرية في بعد التحليل العسكري العملياتي، إذا غيرت كلمة إرهاب وقلت أنه أن حق الشعب الفلسطيني ممارسة المقاومة ضد الاحتلال، فأنت تقع في واقع حقيقي حول جوهر المسألة وعمقها، أن هناك احتلال على هذه الأرض الفلسطينية، وأن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة هذا الاحتلال بكل الوسائل. وهذا ليس يعني حكرا، هذا ليس قانونا فلسطينيا مخترعا، هذا هو القانون الدولي وهذه الشرعية الدولية، وهذا هو ميثاق الأمم المتحدة نفسها اللي دولة إسرائيل تم الاعتراف فيها بناء عليه أو اعترف فيها بناء على ذلك. حق المقاومة حق أساسي، وإذا الشعب الفلسطيني ما قامش بحق المقاومة يكون تخلى عن واجبه. لكن ما يحدث له بعد آخر، ليس فقط البعد العملياتي العسكري الذي يتم تناوله بشكل بهذا الشكل، البعد الآخر أنه في هناك ملامح لنجاح نتنياهو في نقل الأزمة الداخلية في إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية. إحنا الحقورة الخلفية اللي هو يمارس فيها كل الجرائم يوم بيوم، أنا وأنا جاي في الطريق سمعت كل محطات الإعلام الإسرائيلية باللغة العبرية وربما أيضا باللغة الإنجليزية وبعضها باللغة العربية يتحدثوا عن الميزانية وعن رفع الفائدة ومشغولين في القضايا الداخلية والتضخم، ولا أي خبر يتعلق باقتحام المسجد الأقصى لبن غفير، ولا أي خبر يتعلق في الشهداء في مخيم بلاطة، ولا هذه الحقورة الخلفية التي من يحق لهم أن يفعلوا بها كل ما يشاءوا وأن يذهبوا إلى بيوتهم أو إلى مجتمعهم ويعيشوا الحياة الطبيعية العادية، ولا يريدوا للشعب الفلسطيني أن يقاوم هذا الاحتلال الغاشم على أرضه. سيدة هديل، الإدانة الأمريكية التي بالتأكيد سمعت عنها، الخارجية الأمريكية كانت قد أصدرت بيانا نددت فيه بجملة من الأمور والقرارات الإسرائيلية، على رأسها قرار إلغاء إخلاء مستوطنة حومش، يعني العودة إلى مستوطنة حومش المخلاة، ما يعني خرق لاتفاق أمريكي إسرائيلي سابق. هذه الإدانة الأمريكية كيف يمكن ترجمتها على شكل خطوات فعلية برأيك؟ نعم، شكرا لك. يعني من المبكر أن نتوقع خطوات فعلية مثل هذه الإدانة، أصلا تنم عن تغير كبير في طريقة التعامل الأمريكي مع إسرائيل، وخاصة طبعا الإدارة الديمقراطية اليوم. يعني في العهد السابق، عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كان هناك غض نظر عن كل مثل هذه التجاوزات من قبل الحكومة الإسرائيلية، ويعني كانت إدارة دونالد ترامب تحاول أن تكون منحازة بالكامل لإسرائيل. اليوم الإدارة تغيرت طريقة في التعامل، نسمع إدانات، هذه ليست المرة الأولى اللي نسمع فيها إدانات من إدارات الرئيس جو بايدن، خاصة لإجراءات الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل. نرى أن جو بايدن حتى الآن لم يلتقي بنتنياهو، لم يدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض كما جرت العادة، يعني حيث كان يستقبل الرؤساء الأمريكيين رئيس الوزراء الإسرائيلي حين يفوز في الانتخابات. هناك تغير شكلي معنوي في العلاقة، نرى يعني اليوم هناك أصوات في الحزب الديمقراطي تلعب دورها وتؤثر على السلطة التنفيذية في كيفية التعامل مع إسرائيل. ولكن بالمجمل بالجوهر، الرئيس جو بايدن نفسه أكد مرارا على أنه داعم كبير لدولة إسرائيل وأنه داعم للصهيونية، وبالتالي لا أعتقد أننا سنرى إجراءات تغير شكل التعامل الأمريكي بشكل جذري مع إسرائيل. ولكن هذه الإدانات بحد ذاتها هي تزعج اليوم وتقلق أصدقاء إسرائيل هنا في الولايات المتحدة على مستقبل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وسبب القلق الأساسي أصلا هو تصرفات الحكومة اليمينية. سيدي تان، في الأمس عندما ألقى نتنياهو كلمته في الأنفاق أسفل الحائط الغربي والمسجد الأقصى، قال نحن لا نفرط كما فرط أسلافنا من رؤساء وزراء أو كانوا مستعدين للتفريط بحقوقنا. هل برأيك كان يقصد حتى رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون؟ لأن أرييل شارون هو من توصل مع إدارة بوش إلى تفاهم من أجل قانون فك الارتباط عن مستوطنات غزة وشمالي الضفة الغربية. هذه حكومة يمين كاملة، وأنا أنظر إلى الأمور وفق الأذان التي وجه إليها نتنياهو الكلمات.
سابقو نتنياهو. إذا ما عدنا حتى أرييل شارون، الأمور تطورت منذ تلك الفترة. نتنياهو شخصيا وفي محيطه يتحدث عن عدم تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وهكذا يجب أن يبقى. أيضا في التصعيد الأخير مع الجهاد الإسلامي قال للمصريين أنه لن يكون هناك تغيير في يوم القدس، ورأينا الأمور. لذلك يبدو أن ما قاله تعود إلى اعتبارات داخلية مع الأحزاب الشريكة له، بن غفير وغيرها. لا يجب إعطاء هذه الأمور ثقل، لأنني أعرف الأمور عن قرب، ولا يوجد لإسرائيل أي رغبة بتغيير سياسات في هذا الاتجاه. أنا أريد أن أقول هنا أن من أنا أبحث عن الجزء المكمل عن الأفق السياسي. نحن موجودون أمام وضع فيه الطرفان. السلطة الفلسطينية غير موجودة فعليا، غير موجودة في الضفة الغربية ولا في أماكن أخرى. سمعنا هنا أنهم يسمون الإرهاب مقاومة، سميه رقص. نحن سنستمر في مواجهة أي محاولات سفك دماء وقتل الناس. نحن سنرد وسنفعل. ما ينقصنا هنا هو خلق حراك سياسي. كنت أريد أن أرى سلطة فلسطينية قوية تبدأ بتحمل مسؤوليتها. ربما وهناك بصيص أمل مما سمعناه في الاتصالات الإسرائيلية السعودية. السعودية تريد أن ترى سلطة فلسطينية قوية وفاعلة. ربما هذا سيعزز السلطة إن تدخلت البحرين وغيرها. ولكن من كان القتلى الثلاثة الذين اغتيلوا اليوم على يد الجيش الإسرائيلي؟ هم ينتمون إلى حركة فتح وإلى كتاب شهداء الأقصى. لذلك أرى هنا انذار أنه، وأنا لا أعفي إسرائيل من مسؤوليتها السياسية، لأنه يوجد هنا ملايين الناس الذين يعملون هنا ويعيشون سويا هنا، والأمريكيون منخرطون ويسعون لتحريك المسار السياسي. يجب أن يكون هناك طرف فلسطيني قوي، وأنا لا أعفي الجانب الإسرائيلي من حيث مسؤوليتي. يوجد هنا حوار، يبقى الحوار، لكن السعودية يمكن أن تلعب دور وتعزز هذا الحوار، حوار الاعتدال وزيادة قدرات السلطة الفلسطينية. لا أعلم ما مدى إمكانية فعل ذلك، لأن دولا عربية أخرى سبق وأن طبعت ولم يتغير شيء من حيث الجوهر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. دكتور أحمد، أعود لك. نعود هنا إلى نفس السؤال المعتاد الذي دوما نسأله ونسأله مرة أخرى اليوم. ما هي الخيارات الفلسطينية؟ ما هي الاستجابة الفلسطينية؟ اليوم محمد شتاي رئيس الوزراء الفلسطيني عقب على ما جرى، لكن بدأ تعقيبه أشبه ببروتوكول، كلمات مرتبة فقط، يرد من أجل الرد ولا فعلا تعني أو تحمل جدية. شوف، من المهم أخذ بعين الاعتبار، لأني أنا بعتقد أن الجانب العسكري في مرحلة من التاريخ في إسرائيل وصل إلى حالة نضوج ما، وفكر بطرق للبحث عن التسوية السياسية. والآن ما يعبر عنه سيدي تان هو توهان جديد للمؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، اللي بتفكر بطريقة عملية وبتفكر في عمق. من اللي أضعف السلطة الوطنية الفلسطينية؟ يعني السلطة الوطنية الفلسطينية فاءت بالليل وتاني يوم الصبح لقت حالة ضعيفة. اللي أضعف السلطة الوطنية الفلسطينية عمل منهجي من دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تضعف هذه السلطة، ويريد سلطة تتنفس مش تعيش وتمشي وتسير، تتنفس حتى يتم التحكم فيها، وحتى يعني يتم الإملاء عليها بما تريد دولة الاحتلال. أموال المقاصة، ضرب بفترة معينة، ضرب مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، إضعافها على كل المستويات. هذا مش حادث سير، هذا عمل منهجي كان لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية. الآن يعني يتباكوا على دور وعلى قوة دور السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا ليس في السياق وليس في محله. ماذا نريد نحن؟ نريد نحن واضح، نريد نحن الانتهاء هذا الاحتلال. أنا أسأل الإسرائيليين ماذا يريدوا؟ لا يريدوا حل الدولتين، ولا يريدوا حل الدولة واحدة، ولا يريدوا أي حل. أنا سألت في أكثر من موقع بشكل واضح،
الى يعني at the end of the day what you want to achieve. هو شو بدكم؟ الا وين بدكم توصلوا؟ لا يوجد لا رؤيه ولا خطه. يريد الاحتلال ان يتأبد على الارض الفلسطينيه ويريد منا ان نستسلم لهذا الاحتلال. ويعني كل يوم اذا احنا قاومنا بدخلوا بقتلوا بيعتبروا هذا ما تقوموا به هو جرائم حرب ضد شعب اعزل يقاوم الاحتلال بشكل قانوني وفق الشرعيه الدوليه. كل ما تقوم فيه بتفسير عملياتي لهذا العدوان تفسير عملياتي عسكري هذا مؤسف لا يعني لانسان يضع نفسه في هذا الواقع. احنا شعب محتل، انت دولة احتلال، حقنا نقاوم هذا الاحتلال. انهي الاحتلال بنتهي العنف وبنتهي كل ما تتحدث عنه من تهديد لاسرائيل وغير اسرائيل. تفضلوا اللي يكون عندكم حد يمتلك الشجاعة ويقول كفى لهذا الاحتلال لينتهي هذا الاحتلال. اديني سؤال من عندك، هل ماذا تريد؟ تريد دولة واحدة؟ تفضل احنا جاهزين. دولتين تفضل احنا جاهزين. ادينا الحلول اللي نتحدث عنها. اين تريد ان تذهبوا؟ سيدة هديل، استكمالا لنفس النقاط التي ذكرتها، هناك أفهم منك تغير ربما في اللهجة الأمريكية لكنه ليس تغيرا كافيا، لا يوجد تغير في الجوهر. الولايات المتحدة ربما غير مستعدة لفرض ضغوط ما على إسرائيل على شاكلة إحراجها في مجلس الأمن الدولي كعدم طرح الفيتو، أو على سبيل المثال هناك قمة النقب المرتقبة بنسختها الجديدة في المغرب، ربما تستطيع فعل شيء الولايات المتحدة حيال هذه القمة كتأجيلها أو إلغاؤها أو فرض شروط معينة عليها، لكن أفهم منك أن الولايات المتحدة غير مستعدة لفعل ذلك. يعني أستبعد أن يكون هناك أي تحركات فعلية من الولايات المتحدة، تحركات تمس مثلا بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل، تحركات تمس بأمور ملموسة مثل ما حضرتك ذكرت في قمة النقب أو غيرها، ولكن يعني بمجرد تغير هذه اللهجة الأمريكية تجاه إسرائيل فهذا يعني هناك تغير، وتغير بطيء، ولكن هذا التغير بدأ يحدث. طبعا الحكومة الإسرائيلية تعرف وتدرك جيدا أننا في هذه الفترة الحساسة جدا في الولايات المتحدة نقترب من انتخابات 2024، ولا يوجد رئيس سيأتي وسيقوم بقرارات ثورية ضد إسرائيل. يعني الرئيس جو بايدن يستبعد أن يقوم بذلك، ولكن من ناحية أخرى الرئيس جو بايدن يحتاج إلى اليسار التقدمي، هذا اليسار التقدمي الذي تتسع شعبيته في الولايات المتحدة وتتسع معه شعبية فكرة دعم الفلسطينيين. ناهيك عن أن هناك يمين أيضا، اليمين المتطرف الذي يمثله دونالد ترامب رغم كل سياسات دونالد ترامب المنحازة بالكامل لإسرائيل، اليوم هذا اليمين المتطرف الانعزالي في الولايات المتحدة هو أيضا يسأل ويطرح أسئلة كثيرة مثل لماذا نقدم كل هذه المساعدات لإسرائيل أو حتى للأردن أو حتى لمصر أو حتى لأي دولة حول العالم اليوم. يعني لا صوت يعلو فوق صوت الدين المرتفع على الولايات صحيح. المتحدة النزعة الانعزالية تزداد لدى اليسار ولدى اليمين، وهذا يعني يهدد بشكل العلاقة الإسرائيلية الأمريكية. الحكومة الإسرائيلية تعرف أن أمريكا اليوم منشغلة بكل هذه الملفات ولكن لا تفعل شيء. ولكن طبعا أنت كنت تناقش مسألة الحكومة الفلسطينية، حكومة فتح طبعا يعني ضعفها هو أمر أساسي. الولايات المتحدة أيضا تريد أن يكون هناك طرف قوي تتعامل معه، كذلك السعودية، ولكن يعني أستبعد أن يكون هناك أيضا جهد أو نشاط فعال من قبل صحيح. الولايات المتحدة أو حتى الدول العربية صحيح. باتجاه تحريك مثل هذه الملفات. ويعني ربما الموضوع الأساسي الذي قد ينتج عن نوع من هذا التدهور في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية هو أن أمريكا اليوم نرى أحد نتائجه في أنها لا تماشي بالكامل رؤية الحكومة اليمينية فيما يتعلق مثلا بواحد من أهم مخاوف إسرائيل وهي السياسة الأمريكية تجاه إيران. لا نرى إدارة جو بايدن تستمع إلى الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بسياستها تجاه إيران، وبالتالي نرى مثل هذه النتائج فقط لا غير. نعم سيدة، أنت بنفسك قلت قبل قليل أنت لا تعفي إسرائيل عن مسؤولياتها وتطرقت إلى مسألة السعودية. طيب ألا تخشى إسرائيل عبر قراراتها المتعلقة بحومش والمستوطنات من أن تؤخر مسألة التقارب مع السعودية إن كانت فعلا تجرى كما يقال، أن تؤثر على قمة النقب المرتقبة في المغرب، أن تؤثر على أمور أخرى تسعى إسرائيل لترسيخها وتثبيتها وتحقيقها؟ طيب أنا لا خشف شيء لا أعتقد أن إسرائيل قلقة من هذا. إذا ما نظرت إلى الصورة الواسعة مع الدول، حينما عقدت قمة النقب في إسرائيل
كان هذا تحت قصف صاروخي من غزة. هناك أمران من ناحية واحدة، الدول العربية ترسل رسائل للفلسطينيين بأنهم عليهم أن يتوقفوا عن الإرهاب وعليهم أن يتوحدوا وينطلقوا إلى طريق جديدة، وهم يطالبون من إسرائيل الأمور التي نسمعها مثل التنديدات. أنا أريد أن أضع النقاط على الحروف. في 2005 انسحبت إسرائيل بشكل أحادي الجانب من غزة، وأنا كنت جزء من هذه العملية، وأنا جلست مع قيادات السلطة الفلسطينية الذين لم يشككوا في قدراتهم على حكم غزة. هم قالوا المحتل خرج من غزة، سلمها للسلطة الفلسطينية، ومن ثم هربوا بعد عدة أشهر حينما أنقذناهم من براثم حماس. ونرى هذا العداء بين حماس وفتح بالنسبة لقدرات السلطة الفلسطينية. الضفة الغربية، التعايش مشترك، إن لم ينشط الجيش الإسرائيلي سنرى أمهات إسرائيليات مذبوحات. هل يتوقع أن لا يحمل جيش الإسرائيلي مواطنين حينما يدخل القتلى المجرمين ويذبح العائلات؟ في الجانب الفلسطيني لا يوجد من يقوم بهذا. السلطة الفلسطينية في وقتي توقفت عن حكم جنين، كانوا يطلقون النار على بيت المحافظ. جنين هي بمثابة الجزيرة التي فقدت السلطة الفلسطينية أي سيطرة عليها. من الناحية الفعلية في السلطة الفلسطينية يوجد تراجع ملحوظ في الاستعداد. أنت ترى جميع القادة الفلسطينيين هربوا إلى جحرهم وينتظرون مرحلة ما بعد أبو مازن، ونرى حركة فتح منقسمة. إذا ما سألتني أنا مع أن نبقى في حل الدولتين وأن نطبقه، ولكن نحن بحاجة إلى شريك. أنا كنت سأكون سعيد لو أن الجنود الإسرائيليين لا يضطرون للدخول إلى نابلس لتدمير مختبر للمتفجرات، لأن السلطة الفلسطينية قامت بمعالجة هذا، لكن هذا لا يحدث. وفي الليل عناصر السلطة يعملون، وفي النهار يعملون كرجال سلطة، وفي الليل يتعاونون مع الإرهابيين. أنا سأكون سعيد أن أرى شريك فلسطيني. هذا سيستغرق وقت، هذه عملية طويلة، وما تسمعه الآن هي شرارة هذا. هل نحن أمام تحول؟ نحن بحاجة إلى وقت وإلى معتدلين. أنا أؤمن بالحوار، أنا أؤمن بمزيد من الأدوات، ولكن لن نتهاون في أمننا. دكتور أحمد، نقطة ذكرها سيدي تان حول ما سماه ضغوط عربية تمارس على الفلسطينيين. في الأمس السفير القطري العمادي كان في غزة، برأيك هل اكتملت هنا الدائرة المتعلقة ب مبالغ أموال أو منحة قدمت لفصائل غزة مقابل الحفاظ على التهدئة وسكوتها وعدم تصعيد الأوضاع؟ شوف، في تغيرين في الحالة العربية، تغير استراتيجي عام، وفي يعني حالة في ظل هذا التغير الاستراتيجي عام في تغير في الأداء اليومي، في الأداء الحياة اليومي، واللي بده يخدم بالنهاية التغير الاستراتيجي العام. التغير الاستراتيجي العام هو توقيع الاتفاق بين السعودية وإيران، وهذا توقيع الاتفاق ينسجم مع رؤية جديدة بتسود عمالها في كل العالم العربي وفي كل العالم. أنا العالم ذاهب إلى عالم متعدد الأخطاب، وبالتالي لا يجوز لأي دولة أن تضع نفسها يعني في ركب عالم متغير في مكان خطأ، في 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 موضع خطأ. وضمن هذا التغير سيحدث تغيرات إلى علاقة في حروب البروكسي، اللي هي إطفاء الحرائق، إطفاء الحرائق في كل المنطقة العربية. هذا سيشمل البعد المتعلق بالقضية الفلسطينية، أعتقد أنه على المدى البعيد. ربما أنا بهذه المناسبة يعني أود أن أقول أنه ميزان القوى بمفهوم القديم لم يعد قائما الآن، واتكاء إسرائيل على أنها دولة متفوقة استراتيجية من حيث ميزان القوى في هذه المنطقة هذا لم يعد قائما. إحنا في زمن المسيرات وفي زمن الصواريخ، لم تعد الطائرات هي الوحيدة القدرة الحاسمة في العمليات العسكرية. نعم، على المدى البعيد هناك تغير، ولكن هذا التغير سيكون ليس في صالح إسرائيل على الإطلاق. العالم متعدد الأخطاب قادم، والتغير في العالم قادم، سيأخذ وقت، هذا شيء حيأخذ وقت، ولكنه بالنهاية إسرائيل التي تعتقد أنها سيدة هذه المنطقة لن تعود سيدة لهذه المنطقة بعد هذا التغير الاستراتيجي العام في الأمن. سيد هذه لا يوجد في السعودية، أنت حكيت
نعم. لا يوجد لا في السعودية ولا في أي مكان آخر مسار سياسي نعم. متعلق بعلاقات حقيقية مع دولة الاحتلال جديد بعد التطبيع اللي تم نعم. الأخير. كان بودي أن أضيف سؤالا أخيرا لسيد هدي لكن لن يسعفنا الوقت. أشكركم جميعا السيد دكتور أحمد غنام القيادي في حركة فتح، سيد تان دانجوت السكرتير العسكري الأسبق لوزراء أمن إسرائيليين سابقين، وسيد هدي لويس باحثة في مشروع فيلوس الأمريكي من واشنطن. شكرا جزيلا لثلاثتكم. مشاهدينا فاصل ونعود لمتابعة القسم الثاني من نشرة هذا المساء، تفضلوا بالبقاء معنا.